مشاهدينا الكرام سلام الله عليكم اهلا بكم الى عدد جديد من حصه البلاد اليوم في حلقه اليوم سنواصل فيها الحديث عن الانتخابات التشريعيه انتخابات الرابع من مايو 2017 التي ربما مشهدها العام قد اتضح بعد اجراء هذه الانتخابات ثم اعلنت النتائج الرسميه الاوليه من طرف وزير الداخليه والجماعات المحليه فاز من فاز تقدم من تقدم اعترض من اعترض ولا يزال الكلام الفصل للمجلس الدستوري الذي يتلقى الطعون ثم يفصل فيها ثم تظهر النتائج الرسميه ويعلن بذلك برلمان الجزائر 2017 هذا في الانتخابات في شقها التقني وفي شق نتائجها موضوعنا اليوم ربما يبحث فيما قبل الانتخابات وفي الانتخابات وفيما بعد الانتخابات لدى فئه مهمه لدى فئه هي تعتبر غالبيه الشعب الجزائري فئه الشباب كيف تعاطى الشباب مع الانتخابات التشريعيه كيف تفاعل معها شاهدنا الكثير من الاراء، شاهدنا الكثير من الجدل، شاهدنا الكثير من النقاش المحتدم في وسائل التواصل الاجتماعي بين شباب يقول بانه يجب ان نشارك في هذه الانتخابات، لا ينبغي ان نترك اصواتنا شاغره، لا ينبغي ان نترك المجال للغير حتى يحدد مواقفه وحتى ينتخب هذا البرلمان، وبين شباب اخر ربما شكك في جدوى هذه الانتخابات، شكك في مدى نجاعتها في تغيير الوضع الراهن وفي تصحيحه وفي تصليحه، جدل كبير بين هذا الطرف وذاك في حلقه اليوم، نحاول ان نبحث الشباب الجزائري والانتخابات، الشباب الجزائري والسياسه، الافاق كيف يمكن ان نعيد الثقه ثقه الشاب الجزائري في العمل السياسي، نناقش هذا الموضوع رفقه شابين جزائريين ربما برايين مختلفين نوعا ما، اسعد باستقبال كل من السيد يحيى أحمد مطاوي وهو عضو المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية أهلا بك أهلا وسهلا بكل المستمعين يسمعونا وشكرا لك على الاستضافة مرحبا على بك وأيضا السيد حمزة بركاني الناشط الحقوقي المدافع عن البطالين أهلا بك سيد بركاني أهلا وسهلا أهلاً. أهلا السيد يحيى أحمد مطاوي الشباب والتشريعيات طرحت الكثير من الأسئلة هل فعلا الشاب الجزائري عزف عن هذه الانتخابات؟ هل فعلا الشاب الجزائري قاطع الانتخابات؟ هل فعلا ان الانتخابات مرت لا حدث لدى الشاب الجزائري؟ ما نقدروش نعتبرها انها مرت لا حدث باعتبار ان كثير من الشباب كانوا رؤساء القوائم كثير من الشباب في سن تقريبا يوصلوا سن الادنى لقبول ترشح هو 25 سنه راهم اليوم ان شاء الله بعد اعلان المجلس الدستوري يكونوا برلمانيين وكثير من الشباب كانوا في مركز الاقتراع هما من كانوا حارسين على الاحصائيات في الصندوق وهما اللي كانوا حتى يعني خرقوا القوانين اللي صبنا بعض الشباب في الازقه بجانب المراكز يحثوا على تصويت لقائمه معينه يعني كانت حماسه شبابيه واضحة, واضحه خلال هذه التشريعيات كانت حماسه شبابيه وكاين كاين ما ننكروش نكونوا واقعيين انه كاين تراجع في نسبه التصويت بالنسبه للانتخابات التشريعيه الفريطه هذاك التراجع فيه تراجع فيه تراجع يعني كاين شباب يعني ككل جزء من الشعب الجزائري، من كل ما نقدرش نقولوا الشباب هو من تراجع وإنما م... نسبة بصيرة عامة بكل ما تحمله من فئات هي من تراجعت هي من تراجعت يعني ما نقدروش نحصروها في في تراجع فئوي يعني تراجع فئة الشباب حمزة بركاني الشباب تجند الشباب ترشح وحتى في شباب 25 سنة سيصعدون للبرلمان بعد مصادقة مجلس الدستوري هذا يطرح سؤال حول أن فرضية أو قول أن أو حكم أن الشباب يعني والانتخابات يعتبرها لا حدث هو حكم خاطئ والميدان ويوم الانتخاب اكد هذا الخطا. والله يا سيد الكريم لا احد ينكر وجود الشباب كمترشحين او كفائزين في الانتخابات او م. كمشاركين في مراقبه عمليه التصويت كما ذكر الاخ او كمناضلين في الاحزاب. المشكل ماهوش هنا، المشكل في النتائج النهائيه. اغلبية الفائزين او اغلبية مترئسي القوائم هم من الشيوخ من كبار السن من المتعاقدين من قدماء العسكر او قدماء الادارة تبقى يعني نسبة الشباب نسبة بعيدة جدا عن المرجوة منها وهي حوالي يعني نسبة ضئيلة لحفظ ماء الوجه مثل نسبة تمثيل المرأة داخل المجلس لكن حمزه ربما يمكن ان نقول امور كثيره لكن ان نقول انه نسبه الشباب لم ترتفع في قوائم هذه هذه التشريعيات مش صحيح ارتفاع كبير كان واضح جدا الاحزاب السياسيه وكثير منها راهن على الشباب صوره واضحه راهن على الشباب على الورق لكن في الحقيقه كان المال الفاسد وكانت الشكاره وكان نظام الكوطه ونظام اقتسام المقاعد هو الفيصل النهائي لا أكثر ولا أقل، وكانت واضحة للعيان في كل دائرة وفي كل ولاية وفي كل عملية انتخابية جرت يعني في الداخل أو في الخارج. كان هناك يعني أمل في أحزاب لم تعتمد أصلا، كانت قوائم كثيرة أغلبها قوائم حرة لم تقبل في فترة الترشيحات. وهذا لم يصل أبدا للمرجو منه يعني. حمزه يحيى احمد مطاوي ما تعليقك على هذا الكلام؟ يعني الشباب حبر على ورق، الشباب عمليا حقيقه في الميدان غير موجودين هم مجرد شعارات يصعد عليها الشيوخ عندي طبع اكاديمي شويه في الاجابه يعني في ما عندناش الاحصائيات تاع الفئات العمريه بالنسبه للناس اللي راهم الان في البرلمان وتقدر نقول شباب وشابات يعني منهم من المراه منهم منهم شابات وكذا نقدر نقول باللي الشباب اللي كان في القاعات واللي كان هو في الشارع واللي كان هو يدير في الح... يدير في الحملات وفتح مداومه احزاب وشباب اللي مترشح وننكروا بأنو الشباب ماهوش موجود في العمليه السياسيه يعني هذا امر يعني اجحاف نزيد نروحو لان البرلمان انتخاب خاص يعني ما انتخاب يعني احنا ننتخبوا مشرعين يعني حتى هي فئه محدوده خن اقل من 25 سنه يعني ما هم ممنوع له يترشح يعني نقدر نقولوا الشاب في البرلمان يتراوح عمره ما بين 25 سنه و40 سنه هل في هذه الفئة ما كاش بزاف شباب أنا نقول لك فلربما ربما في برلمان 2017 الشباب سجل حضور قوي لم يسجله منذ 1962 يعني اكتساح شبابي واضح؟ اكتساح شبابي واضح فربما في الاحصائيات راح نقارنوا ما بين برلمان 2017 وبرلمان 2012 راح نشوفوا باللي الفئه العمريه ولا معدل الاعمار راح يكون منخفض بنسبه كبيره. يعني اخذوا الدروس يعني هذه الاحزاب اخذت الدروس من التشريعيات السابقه وشببت قوائمها بشكل ملحوظ هذا ما هذا هذا, م. هذا ما نلاحظه على العموم ان في القوائم يعني بالطبع كي تشوف التشبيب تاع القوائم تعرف باللي هذا من القوائم هذا حنا نختاروا البرلمانيين كاين تشبيب واضح وكاين فرق في الاعمار ومعدل العمر ان شاء الله حيكونوا الاحصائيات تاع البرلمان كبير ونقارنوا ما بين معدل الاعمار 2017 و 2012 راح نشوفوا الفرق لان كاين ثاني مصطلحين الشباب لازم يفهموه كان مصطلح الشباب وكان مصطلح التشبيب التشبيب إلى كان واحد 70 سنه وجبنا موراه واحد 65 سنه احنا شببنا <applause> يعني التشبيب راح يكون فئه اعمار الناس اللي حتى الكثير من مصادر يعني السلطه خطوة الرسميه خطوة حبه حبه عم يقولوا التشبيب، تشبيب وتسليم المشعل، الان رانا في كنا في يعني في, في النظام تاع الشرعيه الثوريه يعني يعني الثوريه هي الثوره والمشاركين في الثوره وكبار المجاهدين تانا اللي نحترموهم على راسهم المجاهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقه هذو يعني رانا في مرحله وين لازم يعني يكون تسليم مشعل من 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 فئه يعني كانت هي في المقدمه تاع البلاد وهي كانت يعني كما نقولوا حنايا هي اللي ت... هي هي كما نقولوا شيوخنا وقادتنا والى التشبيب اللي يكون راح يكون فيه يعني يعني الجزائر بنات جامعات ومستوى نعم العلمي الطويل الى الى عمل اكثر اكاديمي الى دوله جزائريه حديثه نحن ننتقل من الشرعيه الثوريه الى شرعيه الشباب الى التشبيب والتشبيب قادم قال لك سوف ترى في نتائج يعني النهائيه لما يصدق على المجلس الدستوري تعلن قوائم يعني هذا المجلس بتفصيل وتعرض فيها الاعمار سنرى ان معدل الاعمار سينخفض هذا فيه نيه واضحه فيه درس واضح ثبت أن الجميع قد تعلم منه الشباب قادمون الشباب في البرلمان والله يا سيدي المحترم هو تكلم على شيء وانا كمتابع للشان السياسي او الشان الشبابي لاحظت شيء اخر انا لم الاحظ قط شباب في قاعات الحملات الانتخابيه او في المهرجانات الانتخابيه كل ما شاهدناه هو شيوخ وكهول وعجائز واطفال صغار اصطحبهم اجدادهم او ابائهم لكسر الروتين او لمجرد الحضور او للاستماع وفقط هناك تغير الشباب الشباب يعني كانوا اوت الحمله الشباب ليس لديه الوقت الكافي سواء كان عاملا أو بطالا أو منشغلا أو متعلما أو تلميذا أو طالبا ليس لديه الوقت لهذه المهزلة وهذه المسرحية كان هناك تغير طفيف لا أنكره في الترشيحات نقدم عشرة عشر ألف ترشيح فيهم ثلاثة ألاف شباب ونقول أني حطيت ثلث شباب وحطيت ثلث مرأة وحطيت ثلث حمزة, حمزة بركاني, بركاني. لا تنكر أنه فيه الكثير من القوائم على رأسها يعني شباب واضح جدا شفناهم فرق. شفناهم شوف يعني. سيدي المحترم شفنا جميعاً الثلث الشباب المترشحين ماشي الفائزين ثلث الشباب وثلث للمراه وثلث لبقية بقيت الديناصورات مثل ما جرت عليه العاده هل شفت انت يعني فائزين في النتائج المعلنه شباب في الفئه العمريه بين 25 حتى 45 سنه انا مازال ما شفتش انا بالنسبه لي انا نقول واش لاحظت <applause> كمتابع كمتابع فقط انا لا املك لا, ممكن سلطة. ممكن لا املك فصيل. سلطه اعلان نتائج ولا املك ارقام حقيقيه الارقام سيعلن عنها المجلس الدستوري النتائج النهائيه هذا تغيير الطفيف في قائمه الترشيحات اما في قائمه الفائزين لن تلاحظ شيئا في الإسلام عليه تجري عليه العاده، القانون يجبر أه الاحزاب التي تحصلت على اكثر من فائزين من ثلاثه الى 6 الى 9 الى 12 وفوق هذا العدد ان يعطي الثلث للمراه، لكن لا يوجد هناك قانون ولا ماده في قانون العضوي للانتخابات تجبر القائمه الفائزه يعني هو بثلاثه او هو بسته او بتسعه ان تمنح الثلث للشباب هو صعب جدا هذا التمييز ربما على حساب الجنس واضح، لكن على حساب يعني العمر تبقى رغبة كل حزب في النهاية، تسويق كل حزب، استراتيجية كل حزب، نجد أن كثير من الأحزاب هنا بقرار شخصي منها بقرار ذاتي منها استطاعت أنها ترفع من الشباب، ترفع عددهم وترفع من تصنيفهم. والله العظيم أنا لاحظت العكس تماما، لاحظت عزوف تام للشباب عن الترشح أو عن المشاركة أو عن التواجد في القوائم الانتخابية. علاه عازفين هذا لدراسة ظاهرة العزوفة ودراسة ثقافة المقاطعة، لازم تنا أو ثلاثة وما نكملوش لا لازم نناقشوا فيها شوية، لازم نناقشوا فيها شوية لكن يعني أخ... كي تحولوا هكذا شوية. البرلمانات اللي فاتت كامل والعمليات الانتخابية اللي فاتت كامل، م. ماذا منحت للشباب؟ ما قدمت والو ولا شيء ولا شيء. هناك أحزاب وهناك شخصيات تستفيد من هذه العملية الانتخابية الرديئة جدا، ومن هذا الخطاب السياسي الرديء وراح تكمل للاسف الشديد تعيش معنا هذه الخمس سنوات القادمه وراح تعاقبنا بقانون ماليه اخر وراح تعاقبنا بقانون اسره اخر وراح تعاقبنا بقانون عقوبات اخر وراح تكون مجحفه في حقنا أه هذا واش نشوف انا كشاب احمد مطاوي البرلمانات السابقه لم تقدم ولا شيء كانت مثل ما يقال السي حمزه بركاني وبالا على الشباب الجزائري وبالتالي هذا يفسر حسب قراءته انه الشاب الجزائري لا حدث يعتبر هذه الانتخابات لا حدث تماما في اولوياته الشباب الجزائري اولا هو شباب يعني الشباب اللي كان المقياس هو الفيسبوك هنا انت لكن المقياس هو الفيسبوك في الشباب الجزائري ماهوش موجود في الفيسبوك يعني فقط والشباب الجزائري كان كثير منه موجود في الميدان لكن الفيسبوك والميدان ما فيش تضارب يعني ماشي اللي موجود في الفيسبوك مش موجود في الميدان واللي في الميدان مش موجود في الفيسبوك والله هي قلناها في الحصة الفيسبوك هي قلناها في حصه سابقه هنا ان الشباب الجزائري ماهوش العاصمه والمدن الكبرى نروحوا للمدن الاخرى كاين شباب الجزائري ما يسمعش بالفيسبوك والمواقع التواصل الاجتماعي والانترنت اصلا يعني ونعتبرو هل تتكلم فعلا على الشباب؟ الشعب وناتابر... الجزائري ما يسمعش بها نتابر... وسائل التواصل الاجتماعي ما يسمع يعني ماهوش ماوش يستعملها يعني ويقول لك 75 في الفيسبوك داير حاله شبيه ما... ما تقارنش كان يعني يعني ما تقارنش كاين لي فيسبوك يعني دايروا يعني ماوش كاين كاين مد... شباب مدمن على الفيسبوك يعني متواجد حقيقه إن هو يظن نفسه انه هو متواجد في الفيسبوك وكاين شباب اللي يعني الفيسبوك كما يقولوا كاين كثير من المثل الشعبي يعني رانا شباب نقدروا نقولوها بالعامية الفيسبوك تحريشها ماهيش معيشه يعني فيسبوك اي مدون يقدر يكتب بأي حاجه ويبارطاجيها ويضحكوا وما تعبر عن راسه ممكن يقول لك يا و... أصلا و... هذا الكلام وأصل... هذا الكلام سيمطاوي البروفايل البروفايل تاعو سمط... البروفايل سمط... تاعو يعني تلقى الاسم نتاعو والصوره نتاعو ما مش صح يا سيمطاوي يعني هو سمطوي. سمطوي. بس... ممكن يقول لك واحد من المشاهدين هذا الكلام لو قالوا شيخ ممكن نعذروه لكن اللي يقولوا شاب ان الفيسبوك اصبح مجرد تحريشه مش تحريشه الفيسبوك اصبح عالم اصبح يحسب له الف حساب اصبح اليوم يعني حملات انتخابيه كثير كثيره من تجري شيف. في الفيسبوك احداث وهز... سياسيه يعني فيها نقاشات كبيره في الفيسبوك اصبحت يعني وسائل الاعلام التقليديه تخضع لسلطه الفيسبوك شوف فيسبوك يعني هو يظ... يظاهر ظاهر يعني كاين لافاس لافاس يعني بيرسو تاع لايسبرغ الظاهر الجبل ل... 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 جليد مم. يعني في الفيسبوك يعني لما نكتب يعني كومنت ولا ولا تغريده في كما التويترين يقولوا نكتبها يعني توصل على بسرعه مم. يعني هذيك التغريده اصلا ربما ما تعبرش عن رايي الشخصي اولا وثانيا وثانيا يعني آه هذيك التغريده يعني انا راني بينت صورت بي انا كفيسبوكي راني بينت يعني رايي ل 20 ولا 30 ولا 40 واحد قاده راي، مي الطبقه تاع بقيه الشباب واللي ما همش متصلين معايا وماهمش همش متصلين، يعني انا واش كتبت ولا شيء. انا واش كتبت ولا شيء لكن اليوم في شباب عندنا شباب صفحات يديرها شباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي متابعيها بالملايين وتحدث ضجات كبيره جدا فيديوهات يعني في ظرف يعني... ايام قليله بالملايين يعني, يعني ماذا تريدون اكثر من هذا؟ يعني فيديوهات تقام والاعلام يزيد يعني ينفخها لكن انا انا نطلب من الاعلام يروح للشباب اللي مهيكل في منظمات اللي مهيكل في احزاب ودير معاه لقاءات الفيسبوك مجرد يعني مظهر فقط مش حقيقه الفيسبوك هو ظاهر باين العيان وهو لافاس يعني الظاهره، الوجه الظاهر لجبل الجليد أه سي حمزه بركاني اذا لا يغرنكم كلام الفيسبوك، لا يغرنكم تفاعل الفيسبوك، لا يغرنكم اجتماع الناس حول الناس في الفيسبوك، العمل السياسي الحقيقي النافع الذي يدوم وينفع الناس هو العمل الواقعي، العمل الميداني، العمل المهيكل لما يجتمع في قاعات واحده هناك نقول أن هنالك حراك سياسي وهناك راي سياسي اما كلام الفيسبوك هو مجرد كلام مجرد تحريشه مثل ما قالك السيد مطاو لو كان هذا الفيسبوك او هذه مواقع التواصل الاجتماعي جبل جليد او الجزء الظاهر من جبل جليد كما يصفها الاخ لما تالمت منها السلطات مرات عديدة ولما تكلمت عنها ووضعت لها ألف حساب وحساب حقيقة هذه المواقع ساعدت كثيرا في حملات المقاطعة في حملات اه الاحتجاج السلمي المدني لرفض الانتخابات رفض القوانين المالية رفض قوانين مجحفة كثيرة ومؤخرا شهدنا كيف لشابين أو ثلاث شباب اه حشدوا الملايين من المشاهدات في ظرف قصير جدا باش تجمع انت سلسة ملايين جزائري من المستحيل السبع ولكن عندما تقوم بإنجاز فيديو يعبر حقيقة عن الأوضاع الاجتماعية والأوضاع الشبابية فإنك ستجمع بين ثلاث حتى الخمس ملايين مشاهدة في يومين أو ثلاثة يقل أيام لكن يقول لك سي, بركاني أنه لما تجمع ولما يشاهدوك ولما يشوفوك بالألاف وعشرات الألاف وبالملايين هذا ربما يكون الشيء مضلل في الواقع الكثير من الناس كثير من الناس اعتقدوا انهم نجوم وان عندهم شعبيه وان اصدقائهم بالالاف المؤلمه في الفيسبوك راح تكون امامهم وراح تحتضنهم في الواقع لكنهم في النهايه تفاجؤوا ان كلام الفيسبوك شيء والواقع شيء هي الحقيقة مم. أنه يجب فصل الواقع عن الافتراض وهذه المواقع التواصل الاجتماعي مجرد مواقع افتراضية ولكن وجب حسن استغلالها لايصال الرساله. مثلا ماهيش يعني ماهيش مكان للمعيشه الحقيقيه او للنضال الحقيقي الميداني او للحكم على الشباب. لكن تواجد الشباب بكثره، الفيسبوك مؤخرا اداره الفيسبوك صرحت بوجود 17 مليون جزائري. سبعة 17 مليون جزائري منهم 10 ملايين نشيطين. متواجدين يوميا في هذا الموقع هو عدد لا يستهان به ما هيش مجرد قطرة ماء وقعت في بركة أو مجرد فرقة إعلامية حقيقة المتوجهين المواقع التواصل الاجتماعي أو للأنترنت حاليا أكثر من المتوجهين للجرائد التلفزيون والميديا أصبح العدد بالملايين وهذا العدد هذا وجب يعني استغلال أحسن استغلال وتوصيل الرسالة كما هي نعم لكن اليوم سيد حمزة بركاني أكيد أنه صارت فيه الكثير من الجدل صارت فيه الكثير من الدعوات خصوصا عبر وسائل التواصل الاجتماعي الشباب غيبوا لا تشاركوا لا تشاركوا لكن إلى أين هذه هذه المقاطعة إلى أين نجحت المقاطعة من, من, يقول من يقول, من يقول أن هذه الدعوات هي من حركت الشباب نحو المقاطعة من يقول هذا هي المقاطعة تحصيل حاصل في الجزائر والمتسبب فيها الأول هي السلطات والسياسة العرجاء للحكومات المتعاقبة والفشل المنظومة بأكملها من الاستقلال يومنا هذا هو جزء لا يتجزأ من الدعوة للمقاطعة أنا ما نقدرش أنا نتصل ب 200 ولا 300 شخص عن طريق الهاتف أو عن طريق الاجتماع أه ولا الاحتجاج لانه بترخيص ومكفول قانونا ولكن في الحقيقه ممنوع الا بامر من السلطات مثلا في العاصمه ممنوع تجمع اكثر من عشرة اشخاص في مكان واحد كيف سادعو للمقاطعه وكيف ساكون مثلا أه اتحصل على اعداد كبيره بقي الهامش الهامش الصغير في موقع التواصل الاجتماعي احمد مطاوي ربما فيه شق من كلام السيد بركاني قال لك لا تحتاج لان تدعو الى المقاطعه تدعو الشباب لأن يقاطعوا الانتخابات حتى يقاطعوها سياسات حكومات ما خرجت على هذا الشباب دائما المهمش الاكبر هو الشباب المغيب الاكبر هو الشباب يعني الانسان الذي يعاني من كثره الازمات البطاله ومشاكل السكن ومشاكل ومشاكل اجتماعيه واقتصاديه كبيره تعد لا تعد ولا تحصى هم الشباب. البرلمانات دائما ما تكون بعيده اهتماماتها وبعيده يعني نقاشاتها عن مشاكل الشباب، اكيد ان هذا الشباب هو مبرمج، مبرمج. على المقاطعة بغض النظر عن أي دعوة من الدعوات ربما الدعوات فقط تأخذ طابعا ظاهرا أما المقاطعة الذاتية وسط الشباب فهي موجودة ونتيجتها هذه السياسات تتحدث عليها سيبركاني أولا نعود الفيديو أنا من الناس اللي صوتت وصوت بالوكالة للعائلة يعني كان أمور عائلية ما كانوش وقمت بحملة انتخابية الأح... لأحد الأحزاب و الفيديو ودرسته منيح وسمعته منيح مليح ويعني انه منصوطيش فيديو تاع فيديو يعني منصوطيش من اما وشعار منصوطيش رجع لعبه يعني اكثر من الفئات العمريه خاصه اللي مشات بهذاك الشعار كاين كثير منها لاقل من 18 سنه يعني كانوا مشاو بهذا الشعار وكاين اللي اصلا هو ماهوش مسجل في القائمه الانتخابيه يعني من تكون واحد مقاطع الانتخابات هو الانسان اللي ما راح صوت هو الانسان اللي مسجل في القائمه الانتخابيه لما لما تقاطعت وسبعة 2017 يعني انك ما تروح يعني تكون غائب يسجلوك غائب يعني انت ماكش مسجل ماكش مسجل لا مع الغائبين لا مع الحاضرين نروحوا لشق اخر يعني الا شفنا باللي السلطه هي سبب العزوف أنا نقول لك المعارضة هي سبب العزوف. معارضة؟ رقميا بطبيعة الحال رقميا نثبت ذلك. أحزاب اللي محسوبة رؤسائها على السلطة وعلى النظام هي اللي دات الأغلبية، هي اللي قدرت تتحرك 33% من الشعب الجزائري باش يصوت عليها. أما بقية الأحزاب وعندنا تشكيلات يعني رقم اللي شارك كبير جدا، ما قدرتش تكمل حتى عشرين بالمية فوق ثلاثة وثلاثين بالمية باش تجلب المصوتين يعني حتى المعارضة اللي هي اللي راهي تنطق اليوم بالتزوير وتقول عزوف الشباب وا, وا 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 ما قدرش تجيب ولو عشرة بالمية زيادة من من الطبقه الصامته يعني اللي ما عندها حتى راي اللي ما راحتش تصوت يعني في كلكم كامل في الاخر ما قدرتوش تغريو 0.1% في 10 حساب تجيبوا 1% زياده 50 حزب تجيبوا 5% زياده يعني هذه نشوفوا باللي اللي راح صوت 33% راحت لاحزاب النظام راحت للسلطه هي اللي قادره تقنع باي وسيله قادره تقنع وقادرة تموبيليزي وقادرة تجند وقادرة تهيكل منظمات وتهيكل نعم. وتهيك نعم. كلام مهم السيد مطاوي ربما سوف أترك السيد حمزة بركاني يجوب عليه لكن بعد فاصل قصير مشاهدينا كرام فاصل قصير ثم نواصل اهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا الى الجزء الثاني من حلقه اليوم اذا نقاشنا يتمحور حول الشباب والانتخابات التشريعيه والشباب والحياه السياسيه في الجزائر بين من يقاطعون وبين من يشاركون اين الحل واين الامل طبعا يحضر معي كل من سيد يحيى احمد مطاوي عضو المجلس الوطني الاتحاد الوطني الشبيبه الجزائريه اهلا بك سيدي مره اخرى شكرا لك وآي... على الاستضافه اهلا وايضا سيد حمزه بركاني الناشط الحقوقي المدافع عن البطالين اهلا بك سيد بركاني اهلا وسهلا سيد بركاني ابدا معك الجزء الثاني سيد يحيى احمد مطاوي قال لك انه احزاب السلطه استطاعت انها تجيب نسبه المشاركه لتابعة لوعائها الموجود دائما المجند دائما المدافع دائما في كل المواعيد الانتخابيه عن برامجها بينما أحزاب المعارضة أحزاب معارضة آه معارضة كل شيء من أجل لا شيء هي الأحزاب التي فشلت في استقطاب الشارع يعني رأي السلطة عنده آراء عنده جمهور الذي جاء وانتخب بينما المشكل كل المشكل في المعارضة والله حقيقة نحن لسنا أمام أحزاب سلطة أحزاب معارضة الذي حدث أنه جميع من دخل للانتخابات هم أحزاب السلطة المحسوبين على الموالات او المحسوبين على المعارضه يا راجل بعدها نستحي اني نتحدث على نسبه المشاركه ان كنت انا عضو او مناظر في اي حزب من الاحزاب اللي راح يتكلم والله نستحي من 8 ملايين مصوت هناك 2 مليون صوت ملغى جميع الاحزاب اللي دخلت الانتخابات تساوي 8 ملايين صوت بعد التزوير ومن 8 ملايين صوت <applause> التزوير الذي تتكلمون عنه من دون أن نراه، السيد ربال قال لكم من لديه دليل فليحضره من لديه شبهة معينة فليعلنها نت... التصوير وم... هذا سهل أنا... جدا يقولك زورت ف... وأفشلت ودمرت شيء لكن أني نثبت هذا الشيء مدام شيء آخر السلطة هي اللي تنظم الانتخابات في أي بلاد مدام السلطة هي اللي تنظم الانتخابات ووزارة الداخلية هي اللي تأثر الانتخابات الانتخابات مزورة مدام لا... لم يستجيبوا لمطالبنا السياسية والقديمة ممكن الجديدة أن تنظم الانتخابات هيئة مستقلة من ايداع ملفات الترشح الى غايه اعلان النتائج النهائيه من المجلس الدستوري في بلادنا المجلس الدستوري غايب يظهر من الانتخابات الانتخابات كهل العيد هذا الهيئه المستقله لمراقبه الانتخابات الحمد لله الناس كل شافوها والناس كل شافوا الانتخابات كيفاش فاتت يعني بـ 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 بالاحزاب وبمراقب الاحزاب وكاين احزاب ما يستطيعوش يراقبوا جميع المكان نعم حتى نبقى يعني في موضوعنا حول قضيه الشباب ربما السي بركاني كان ملفت جدا تصريحات وزير الداخليه والجماعات المحليه السيد نور الدين بدوي في الندوه الصحفيه التي اعلن من خلالها النتائج الرسميه الاوليه لتشريعيه الرابع من ماي تحدث بلغه ايجابيه واضحه عن المقاطعين عموما قال لك الكثير واغلبهم مارسوا يعني طريقه حضاريه طريقه سلميه للتعبير عن ارائهم وتحدث ايضا عن شباب الفيسبوك قالهم كفاءات جزائريه رغم اننا نختلف معهم في الراي حول هذا الموضوع يعني شوف الخطاب المحتوي الخطاب المتصالح الخطاب الهادي المسؤول مش فقط تجي دير لي حمله في الفيسبوك وفي اليوتيوب ونحن 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 خطاب تيئيسي خطاب تشويهي خطاب تسويدي كاين خطاب وخطاب هنا هي الحقيقه اللي الناس كامل تعلمها والناس كامل تشوفها هذا النظام الحاكم يعطيك خطاب وردي ويزينه لك في الميدان هناك العكس تماما لا احد استمع ل 63% من المقاطعين 63% من المقاطعين في المسجلين ولا احد استمع على 2 مليون صوت ملغات ولا احد استمع على المطالب الاجتماعيه او الشبابيه بصفه عامه او المطالب العماليه او المطالب النقابات بعدين تتفكرهم انت غير نهار الانتخابات وتتكلم عليهم نهار الانتخابات واذا انت ما سمعتش إن وغيبت روحك على الانتخابات وهمشت روحك انت ما من وتعاملت مع المشهد السياسي بسلبيه انت كمنظم منين راح يشوفوك منين راح تعبر عن رايك انت كمنظم للانتخابات او كمؤطر للانتخابات لم تعطي الضمانات الكافيه انه هذه الانتخابات راح تكون شفافه وشفنا مئات الفيديوهات اللي تدل على تزوير الانتخابات كاين تزوير حدث في الظلمه وكاين تزوير حدث في الضوء وكاين تزوير كان مصور وكاين تزوير كان بالدلائل انا مانيش عداله باش نبحث على الادله ونعاقب المزورين هذه خدمه العداله كاين الناس خالصين عليها كاين خدمه هيئه مستقله فرضا هي تسمى هيئه مستقله لمراقبه الانتخابات اين هي من هذا هيئه مستقله معينه من السلطه يا الصلتار. جماعه قد شوف الواقع نا. ماذا بيا نجاوب باش ما ننساوش اولا اخ قلت باللي الاحزاب حتى المعارضه محسوبه على النظام السلطه يعني لا محسوبه على السلطه ما نعرف علاه تحقرهم تزور لهم. وحاجه ثانيه حاجه مدامة ثانيه انا نحكي ما دام على الاعتماد من السلطه وما احزاب تمشي في فلك السلطه وتحز... وتمشي وتسبح مع طيار السلطه فهي احزاب سلطه الاحزاب حصلت على الاعتماد من طرف الدوله الجزائريه اللي على الدولة يبنيها المعارضه وتبنيها السلطه الدوله على سنين على انا انا حزب 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 اللي ما عنده لا مقر ولائي لا مقسمات لا مكاتب بلديه لا هيكله لا خطاب سياسي طيل خمس سنوات لا تصريحات في الجرائد ما تجي خمس دقائق الاولى يقول لك على ما فتش بالاغلبيه انا المعارضه ويستنى تاع الفيسبوك اللي يقول له ما نصوتيش باش يجلب له من أنتم. وفي الاخير يقول لك انا ما فتش يعني اخي يعني لازم يحترم نفسه ما عندوش 10 في المكتب الولائي ما واش هيكلو خمس سنين والاحزاب اللي راك تدافع عليها اخر حزب معطي ميدا في 2012 خمس سنوات ما هيكلش قاعده كان ما عندوش مكتب في كبريات الولايات ما عندوش مكتب واليوم يجيب خمسة عشرة من الناس يحوس على الم... يحوس على الملفات نتاعهم ومن بعد يجمعهم بعد يقول لك انا يعني دخلت الانتخابات في وقت بدأ ضائع ومن بعد يقول لك وراه الوعاء نتاعي على ما انتخبونيش ما انتخبوني زور خلي انا ومن بعد يدير لنا واسم يدير لنا راس القائمه موطعي. عمي خالد اللبان ويقول يقول لك يعني كان دار مشاهير فلا ربما قال مثلا فلا ربما حتى لاعب كره قدم ما, أنا ش... ما قال أنا رايحين للتشريع يعني الناس لازم تكون ذات مستوى يعني دينا لاعب تاع كرة قدم قال هذا مثلا يعني هذه قال أحزاب سيد قال فلان قال فلان كيفاش مشهور في الولايات أفسنت نفسها مع سبق الإصرار والترصد يعني خمس سنوات, سنوات غايبة غايبة مكانش مكان خمس سنوات غايبه غايبه ما كانش ما كان لا ما يعني خمس سنوات تشوف تروح الكبريات المدن وشكون يعني كان سبعه ولا ثمانيه كبريات شكون المدن كان حاضر معليش جاوبني على نقطه شكون كان حاضر في الخمس سنوات السلطه على. تسميها انت فرضا تفرضا تسميها تشريعيه هي اللي شرعت القوانين وهذا القوانين هما اللي اجبروا احزاب مجهريه غير متواجده تماما تظهر من فوت لفوت إيه؟ مجلس الدستوري غير من فوت الفوت ومن بعد كاين احزاب اللي ما ظهرش كل كان ما عطاوني داروا دار قانون الانتخابات شكون دار قانون الانتخابات احزاب الاغلبيه بيان انت راك تدافع على احزاب الاغلبيه وين كانت هي الاحزاب في خمس سنوات وين كانت في الخمس سنوات في الميدان غايبه في وسط الشباب غايبه في الاوساط الطلابيه غايبه العمل ما كانش اقتصاد منهار دوله تنهار تماما في وجود هذه احزاب الاغلبيه اللي راك تدافع عليهم وين راهي النتيجه النتيجه غرف التسجيل كل خمس سنوات غرف التسجيل بلا 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 ب ما تقوله صحيح وأن الوضع يعني منهار بهذه الدرجة وأن الوضع سيء وأسود ومسود عليه من كل الجهات لكن أنتم من تدعون للمقاطعة من تدعون للسلبية من تدعون إلى أن يستقيل هذا الشعب عن أداء هذه الأدوار حتى ولو كانت فيها سلبيات حتى ولو كانت فيها نقائص أين هو البديل؟ وش نديره؟ لو نتبعوكم نريحوا كل واحد ينتقد في واحد ونخزروا في بعضنا شوف السلطه شويه قلت شويه حبه النظام حبه حبه درجه بدرجه انتم خلاص راح تنحوا قاع السلم وتطلعوا منين ليش معليش في في, في القاع أنا, انا ما نطلع ماني طالب منصب مم. ما طالب حزب ما طالب سلطه هذه السلطه نحن نطلب منكم بديل البديل هذا مم. البديل مم. السلطه السياسيه اغلقت جميع الابواب تعتمد الاحزاب اللي تحبهم هي وتعتمد الجمعيات اللي تحبهم هي وتعتمد المنظمات اللي تحبهم هي والمناضلين الحقيقيين اللي موجودين في الميدان مقفول عليهم جميع الابواب. انا كندير دراسه اقتصاديه ولا كندير دراسه اجتماعيه ولا كندير دراسه شبابيه. ونلقى اذان صماء، لا احد يستمع لي ولا احد يمنحني الاعتماد. ونهار كي تكون وقفه احتجاجيه سلميه ومدنيه او يكون نشاط جواري تجي تضربني بالعصا وتضربني بالقزول. وش من باب ولا واش من النافذه اللي فتحتها لي باش تفاوضني وباش تستمع لي وباش نعطيك البديل؟ البديل هما ما يسحقوش، هما دايرين طريق واحده، طريق واحده يمشوا عليها، الانتخابات ينظموها هما، والفعاليات ينظموها هما، والسوار يصرفوهم هما، والاقتصاد يصير هما، هذا فرضا اذا اعتبرنا انه عندنا اقتصاد. بعد منين راح يجي الخير؟ منين راح يجي الانتاج؟ منين راح يجي الامل؟ الشاب كي ما يكونش عنده في دول تحترم نفسها، الشاب عنده مهنتين، يخدم مهنه نص النهار. تضمن له كرامته والتامين تاعه والتقاعد تاعه ونص نهار يكون عنده فضاء اخر يمارس فيه مهنه اخرى او بديل اخر يتحصل به على منحه او راتب او شبه راتب احنا لا عمل ولا سكن ولا توظيف ولا شركات ولا انجاز ولا شيء ينتج ولا مؤسسات اقتصاديه ولا خلق لمناصب الشغل وتتفكرني انا مره في خمس سنين انت تفكرني مره في خمس سنين وانا نقاطعك انت تفكرني مره في ربع سنين تفكرني كل الانتخابات وانا نخرج يعني لك على هذا تحصيل حاصل انساني نهار اللي تسحقني ننساك دير فيا الشر تلقى الشر دير فيا الخير تلقى الخير استمع لي خمس سنين يا صح جيب هذه الهيئه التشريعيه وجيب هذا غرفه التسجيل الموسمات زور الهيئه التشريعيه اللي ما شرعت حتى قانون قانون واحد يا عباد ربي خمس سنين وما خالصين كل واحد فيهم يسقام الخزينه في, في سنين مليار و مليون قانون واحد ما شرعوش غرفه تسجيل يهبط مشروع قانون من الحكومه صوت عليه وبعثه مجلس الغمه يهبط مشروع قانون من الحكومه صوت عليه وبعثه الغرفه العليا البرلمان وش انت سيمطاوي. أسئلة, تمثل تمثل. سيمطاوي اسئله حقيقيه راك اسئله حقيقيه اسئله حقيقيه طرحها السيد حمزه بركاني قال لكم تنساونا خمس سنين بعد يوم ما يوم الانتخاب روحوا فوطوا علينا اكيد هذا الشاب باي صوره باي شكل تشوف الشاب هذا تنساه تهمشوا أه. تغلق عليه كل افاق الامل وبعدين يا سيد الشاب أروح فوطي عليا باش نطلع انا ونخلص 35 مليون للشهر ومعه ومعه واش من وجه واش من وجه شوف هو 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 النظرة 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 يعني خاطئة مم. أولاً يعني شاب نظرة سوداوية مثبط بالنظرة السودانية هذه كما قال وبالخطابات السوداوية السوداوية حتى ما زعفوش عن الأخوة السودانيين يعني آه <applause> وبالخطابات اللي يعني كما نقولوا احنا الخطابات السلبية يتثبط الأمن. هنا. يا كيهدروا الامل يا دايما ابواب ابواب احزاب تبعني مليح شفت على خطاب جيب لي تامل افتح بسيط امل أفتح ابواب الفرصه اعطونا بديل اعطونا بديل برلمان في اغلبيه سلطة بيدك أنت برلمان اغلبيه ساحقه ل لا انا 2012 اغلبيه ساحقه تكلمنا على البرلمان 2017 ما تكلمنيش على البرلمان 2012 معليش 2012 خلاص راه غادي نجاوب فيك على البرلمان اللي شرع عنده حكومته يساند حكومته بالتصديق على قوانين حكومته شفت انت برلمان واغلبيه في الدولة. الوزراء كانوا برلمانيين وتعينوا وزراء نروحوا لحاجه وحده اخرى يعني خليني نكمل خليني نكمل لك خليني نكمل لك, خلينيكمل لك. خلينيكمل لك. شوف. شوف 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 اي شوف 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 يحاسب الحكومه في اصبح غرفه تسجيل للحكومه الحكومه تطبع وتعطي يمضي الحكومه تطبع وتعطي يصوت يرفع اليد هذه ويتطلب الامر يرفع اليد الاخرى وكل يتطلب الامر يرفع حوايج وين انا رايحين نعم. احنا كي تكون هي السلطه التشريعيه جزء لا يتجزا من مؤسسات الدوله كاين هيئه تنفيذيه نعم. كاين هيئه تشريعيه وهيئه قضائيه القضاء غائب لا سي حمزه بركاني سي خلينا ما نروحوش بعيد هذا امر واضح انه هذا برلمان في اغلبيه من الموالات اكيد انه سيوالي الحكومه هل رايت برلمان في اغلبيه من الموالات يرفض قوانين الحكومه كيف هم ارادوا ذلك فيه موالات ذلك. اكيد انه راح يمشي مع الحكومه في جميع الدول الحكومة تخاف من البرلمان، الحكومة تنزل البرلمان، حنا لا رئيس ينزل البرلمان ولا وزير أول ينزل البرلمان ولا سياسة عمل الحكومة ولا بيان سياسة عمل الحكومة ينزل البرلمان ولا حصيلة الحكومات المتعاقبة نزلت للبرلمان، حنا هم يفصلون البرلمان على مقاسهم، تحصيل حاصل أنه يصبح البرلمان غرفة تسجيل الحكومة، الحكومة تاكل له الفتات، الحكومة تقيط وتقيس هو وهو يلبس. هذا كيف هذا الشاب ينوض يوم الانتخاب ويروح يفوت؟ والله كيف هذا الشاب لما يشوف هذا المشهد ويامل في, في, في الحياه السياسيه وينخرط في, في الحياه السياسيه؟ في البرلمان مم. في البرلمان هنا كاين كاين احنا نشوفوا في البرلمانيين يعني هما يشوفوا البرلمانيين تاع كما كيما السيميسوم وهذوك اللي يديروا ضجه في المواصل في المواقع التواصل الاجتماعي، لكن البرلماني كاين رسائل شفه شفويه تشوفوها كاين ناس في لجان تقترح على شكل قوانين بطريقه يعني اكاديميه بورقه وباسئله كتاب. اعطيني قانون واحد اقترحوا البرلمان شوف. وما الحكومه اعطيني قانون أوه، واحد أوه، شرعوه ونزلوه من السلفة بعدين مر الغرفه العليا لازم تفرق بين هيئه تشريعيه تشرع هي تخلق تمد البديل تفرض القانون بقوة التشريع سيمي طاوي سيمي طاوي هو تعريف السلطة سيمي طاوي التشريعية. سيمي طاوي, سيمي طاوي فقط فقط وكأنها في نمزية معليش وكثر خيرهم من دا في نمزية كيعطونا برلمان سيمي طاوي عندنا برلمان فقط اسمح لي فقط اسمح لي سيمي طاوي فقط معلش فقط معليش انه هذا البرلمان هو برلمان موالي للحكومة معليش انه هذا البرلمان يؤيد قرارات الحكومة لكن حتى على الأقل حتى في مناقشة هذه القوانين ومشاريع القوانين تكون المناقشات يعني بصورة تحترم يعني عقول الشعب نشاهدوا يعني مداخلات بين يعني وكانه مش فاهم لا القانون لا الجدوى منه فقط يقول لك انه بناء على اجماع الحزب وعلى راي الحزب انا اؤيد هذا القرار وخلي يفوت هل هذا هو البرلمان الحقيقي الذي يشجع الشاب على الانخراط في السياسه وعلى التصويت؟ شوف برلمان تاعنا والبرلمان تاع دول وحده اخرى احنا ما نقارنوش روحنا بالدول الاخرى نشوف الخصوصيات تاعنا هذه نقطه ثانيا م. ثانيا اذا كان الشعب اللي صوت في 2012 كان راضي كان راضي وصوت نفس الشيء 2017 ويجي واحد اخر يتكلم ويقول لك الشعب ماهوش راضي عليه راهو الانتخاب قال لك باللي الشعب راهو رضى ب 2012 وزاد انتخاب ورضى ب 2017 يعني اللي ما راهوش راضي به الشعب وما خلتش يصوت له هو المعارضه اللي راهي يتهدر في هذه الامور الشعب جدد 2012 عطاه الأحزاب <applause> كما يقولوا هما أحزاب السلطة و2017 عطاه يعني, آآ عطى آآ عطى يعني عطى إذا الشعب اختار الوداء هو يستاهل اليوم السلطة اليوم السيد عمار غول اليوم السيد عمر غول في يعني في في الخطاب نتاعو كان واضح قال لهم أنا حزب جديد أول خطرة مشاركة كنت نأمل ندي كراسة مقاعد مقاعد اكثر لكن هذه في اول تجربه تحصلنا على عدد معين معتبر من المقاعد والحمد لله يعني وراه يعني برنامج هذا هذا السيد اللي ما يقدرش يدير برنامج اللي ما يقدرش يدير و... برنامج حزبه 2012 و 2017 واش يتحصل و 2022 واش يتحصل وكذلك ما يقدرش يقود البلاد وما يقدرش يقود الجزائر هذا السيد اللي يتكلم عليه وهذا وما يقدرش عليه الخطاب السياسي تاعه في الحملة الانتخابية كان أكثر ما نفر الناس منه هذا بين قوسين بين قوسين فقط حاجة وحدة أخرى ثانية الشعب جزء من الشعب ثلث من الشعب اللي خرجوا وصوت هذا بالنسبه للنسب المئويه اللي منحونا اياها الشعب اللي خرجوا صوت صوت على ناس يمثلوه شفت انت دوله مستقله عندها 55 سنه الشعب يصوت على ناس يدخلوا البرلمان باش يمثلوا الحزب يا عباد ربي رأي ما لا في دستور لا في قانون لا في دول تحترم نفسها لا في دول مستقله لا في حكومات تحترم شويه شعوبها الشعب ما يحترموش ارواح فوطي، ومن بعد هو يمثل الحزب مش, يمثل مش فقط عندنا احنا مش علي فقط عندنا احنا في فرنسا الاشتراكيين عندهم كذا في فرنسا الحزب الشيوعي عنده كذا في الولايات يا المتحده الامريكيه الديمقراطي الديمقراطي, الديمقراطي الديمقراطي والجمهوري الجمهوري في بريطانيا المحافظ محافظ والعمال عمال هي هكذا لكن يخدم الشعب الانتماء للحزب بتاعه بجيها. المهم ويمثل الشعب جهه حنا الشعب ما ننتخب عليه فرضاً انه منتخب وما جاش بالتزوير ولا بالشكارة ولا بالمنفس من نهار ننتخب عليه والله ما تزيد تشوفوا من 2017 ل 2022 ما يهبطش الشعب بلاوي يقول لك بنلش ما جددش على اعزاب السلطه واذا علاش راك تهضر باسم الشعب انا رايي قراءتي لا لا انت راك تسميهم احزاب السلطه لا لا انت راك تسميهم احزاب السلطه ما احزاب, تاك أحزاب شعب شعب شعب. السلطة. ما تاك شعب الشعب ما بما يسمى احزاب السلطه هم. الشعب ما احزابش الشعب ما احزابش الشعب ما بالالاف وكاين الصور وكاين الاحصائيات الشعب عاقبهم وكاين عده جهات تقر بالاحزاب نعم احصائيات اللي تمنحها السلطه نعم ها اللي تمنحها السلطه الاحصائيات اللي تمنحها السلطه كاين الصور وزير الداخليه بحد نفسه اذا كان بقت الداخليه جزء من اجزاء السياده قال انه 60% من القاعات الممنوحه للاحزاب والحملة الانتخابيه لم تشتغل وين راحت؟ 60% من القاعات وين هذا رئيس هيئه مراقبه انتخابات الدربه اللي قادت مسي... تصريح معليش 60% من القاعات قاعدة فارغه لل 60% من الاحزاب اللي ما قدرت تتجند ولا واحد اليوم السي مطاوي الشباب والسياسه وش, وش لازم لهم في المستقبل؟ شوف الشباب بناء ش... على التجارب هذه التشريعيات ش... السباب... وعلى البرامج الشباب أنه... لازم تعود له الثقه اولا، مم. تعود له الثقه في نفسه في نفسه ويقتحم جميع المجالات، يقتحمهم بقوه وما يخليش ما ال... ال... سلبي وما يخليش ال... الخطابات التثبيطيه والسلبيه اللي راح تثبطو راح تفقد حت... له الامل، ما... الامل هو اللي يخليك تدير الخطوه الامل، تفقد الامل حتبقى في في مكانك، وهذا ما ما يريده الكثير للشباب الجزائري اللي هو مستقبل الامه، مستقبل الامه هو الشباب الجزائري لازم ينخرط ويدخل بقوه ويفرض رايه في الداخل ما نسيفش عليه التشكيله السياسيه اللي يختارها. ويدخل ويدي ويدي ويشارك بقوه ويشارك بالاغلبيه ويدي القسمات ويدي ويدافع على حقه باش يكون في في القوائم الانتخابيه ويعني وي ويسير على خطى تاع الشيخ بن باريس يا, اه يا انت رجاؤنا وبك الصباح قد اقترب خذ للحياه سلاحها اولا وخذ الخطوبه ولا تهب خذوا السياسة ولا تهابوا يا شباب وبركوكم من السلبية وبركوكم من الأحكام المسبقة من من وتسويد الموضوع من من تأخذ السياسة السياسة اللي مرسوها هما رديئة الخطاب السياسي خذها أنت كن أنت بديل من من تأخذها مم. إلا كان هو هارب بها جميع الإمكانيات مسخرة لأجهزة السلطة والأحزاب السلطة هو غلق اللعبة تماما شكون يمنح لك ما يمنح لي والو سيدي ما تمنح لي والو اسمع لي ارواح نقعدوا على طاوله مستديره ونبحثوا على اقتصاد ونبحثوا على انتاج ونبحثوا على خلق مناصب شغل ونبحثوا على سياحه وعلى فلاحه وعلى زراعه ونبحثوا عن حلول تعطي الامل للناس هو يذكرك مره في خمس سنين والقسمات المتواجده ب 1541 بلديه تفتح ابوابها غير يوم ايداع الترشيحات ويوم اعلان النتائج ومن بعد ياكلهم الغبار انا شفتهم بام عيني 1541 بلديه امكانيات رهيبه وتجي تقول اعطيني برنامج يقول برنامج الرئيس اعطيني برنامج كنت انت حزب عندك برنامج كيفاش وصلت لا يوجد لا برنامج ولا سياسه ولا خطاب سياسي ولا احترام للعمل الحزبي والنضالي ولا يوجد نضال النضال الوحيد اللي يعرفوه انهم يعمروا بهم الكيران يعطوهم الساندويتشات نتاع الكاشير ويشارجيو هذوك الشياطين ويديوهم للقاعات تحيا 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 لا راهم فاهمين فيها ترن وراه الشباب؟ أنا ما شفت الشباب في قاعة واحدة من القاعات اللي صارت يعني الحملة يعني الانتخابية يعني أنت ضد النظام مفهوم ضد السلطة مفهوم ضد ما سميتهم حزاب السلطة مفهوم ضد الأحزاب اللي اللي هما معارضة ومحسوبين على السلطة مفهوم الأن ذوك الشعب الجزائري كامل كامل يتعمر في الكيران <applause> ويحطوا لا العلف لا تسيير حمله انتخابيه ب 40 مليون الشعب راه 40 مليون اني نهضر على الفئه اللي مازال تتحكم من وذنها وتتكركر الفئه اللي عمرتوا بهم الكيران ودرتوا بهم الحمله الانتخابيه حقيقه الاصوات اللي تحصل عليهم الحزب نتاعهم اقل من الحضور في الحمله الانتخابيه نفسها شفت انت الكارثه كيما هذه الاحصائيات هذه ما تجيبها؟ احصائيات اللي منحتوها انتوما احصائيات اللي راكم تمدوها انتوما شفت انت وعلاه تعتمدها يا تعتمدها دوكا قلت لي الاحصائيات هذو فو الحزب <applause> رئيس الحزب تاعهم شوف شوف, شوف 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 يعطي نتائج شوف شوف قبل خروج الى ما شعر هذه تبعني كلش مفصل تبعني مليح قبل اعلان النتائج نعم نعم فاشل تبع فاشل 85 سنه تبعني مليح 55 سنه من استقلال تفاشل منظومتكم أحزابكم احزاب فاشله اللي تجي تجي تعطيني يدك وتصاحبني تصبح واحد اخر من يدي وتقول لي أخناء. هاي الروح الطريق هاي الطريق صحيحه ما نروحش معاك ولانه فقدان تام للثقه بين الحاكم والمحكوم بين السياسي خلينا والمستمع نختمه خلينا نختموا بامر ربما بين المشاركين والمقاطعين بين المتفائلين والمتشائمين لكن فيه شيء يحسب على الاثنين الشيطان المتبادلة هم أنتم تشيطنونهم هم المقاطعين وتصفونهم بأنهم يعني مثبطين وما إذا هم يقولون كلاما كثيرا وكثيرا لماذا هذه الشيطان بين الشباب الجزائري لماذا ما كش ديمقراطية تقبل الأراء شارك من شارك وقاطع من قاطع وتحترم رأيك رغم اختلاف شوف عنهم. احنا ما قلناش شيطنة احنا قلنا يعني ادخل ها أنا ذا ما عطاونيش ما دارونيش وما شكون يعطي لك شكون عنده قائمه يجي صباح كاين كاين انا نعرف من الدين الاخر نعرف انا كاين ملاك يقسم الرزاق صباح هذاك من عند ربي سبحانه اما الباقيه تسعه شكون يعجيك ليك هاك القهوة قاعدين بون تارك اسمك في لاليست راه ترك تارك في الحزب الفلاني وحطيت تطلع دي بيدي ما كانش يعني شطاله شمر على ذراعك في الاقتصاد في السياسة في العلم في الأمور كان ما عطاوناش عندنا شباب طلبة في الجامعة الجامعة يعطيولك بطاقتين البطاقة الأولى لل للإطعام وبطاقة للإيواء البطاقة الأولى تاع الجامع بطاقة ثانية بطاقة المكتبة يعني روح طالع روح طالع روح طالع, روح طالع روح طلع فرض روحك اتعب بيت كلمة أخيرة أس. 30 ثانية أنت ثاني دير القسمة وإلا كان غلق نعم. اللعب 30 ثانية قبل 30 ثانية حمزة بركان نحن أمام فشل جميع الظروف السابقة وجميع الإمكانيات السابقة لإرجاع هيبة السلطة التشريعية وعندما تلاحظ السلطة التشريعية خرجت, خرجت من رحم هذه الحملة الانتخابية الشباب لن يثق فيها تماما ولن يصوت عليها ولن يشاركها انتخاباتها وسيكون مقاطع وسيقاطع المحليات وسيقاطع الرئاسيات وسيقاطع جميع هذه المهازل والمسرحيات لحين ثبوت العكس ولحين إعطاء ضمانات أخرى سيد ميتاول في كل نظام كاين خلل لابد من الكروش في كل حاجه غير كامله الكمال لله لكن لكن ما نحملوش الفشل فشل الاشخاص الفشل ليصرف السلطه ألف مليار دولار وما يمدش بديل هو الفشل اللي يصرف 1000 مليار دولار وما يمدش خلينا نختموا فقط <applause> وما نحملوش يعني ما نكونوش يعني الفشل الشخصي تاع الاشخاص نحصلوه في يعني في منظومه كامله في البلاد انا يعني احنا الجزائري كان شبابين ينوض الصباح يقول البلاد ما دارتش يعني البلاد هذه ما فهمناش يعني هو في التخيل تاعه كان امورات لازم يعني الشباب يدخل سياسه ويثقف فيها ويعرف الامور مليح ويدرسها وما يتقدم للامام خلينا من السوداوية هذه أشكر وافتزال الشكر السيد يحيى أحمد مطاوي عضو المجلس الوطني الاتحاد الوطني الشبيبة الجزائرية كما أشكر أيضا سيد حمزة بركاني الناشط الحقوقي المدافع عن البطالين صراحة. أشكركم على المشاركة في هذا النقاش حول الشباب وتشريعيات الشباب والسياسة مشاهدين الكرام البلاد اليوم تمت برامجنا مستمرة السلام عليكم